تقول ما نرجو بيان ما ذكر في تفسير ابن جرير عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقت الإقامة لصلاة الفجر ومعه إناء من لبن فقال له أشرب؟ قال اشرب، حيث سمعت أحد المشايخ يستدلون بهذا الحديث جواز مواصلة السحور إلى الإقامة لصلاة الفجر. يحتاج إلى إثبات هذا، يحتاج إلى إثبات، فإذا ثبت فإنه يحمل على أن عمر شرب قبل طلوع الفجر، لأن الله جل وعلا يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا طلع الفجر فلا أكل ولا شرب للصائم، هذا نص القرآن الكريم. فيحمل إذا ثبت، يحمل هذا المنقول إذا ثبت على أن عمر شرب قبل طلوع الفجر. نعم.